هنا شرقي الأنبار تتصاعد سحب الدخان منطلقة من المصانع صوب رئة سكان الفلوجة. تلوث بيئي في مدينة أخرى يضاف إلى الانتكاسة البيئية التي تتعرض لها العاصمة بغداد في وجه لأزمة صحية جديدة تستهدف الأحياء المحاذية للخط الدولي السريع. كأننا نعيش في مدخنة، الجو تحول دخان أسود زائد غبار وممزوج مما أثر على الأجهزة التنفسية طبعا بسبب معامل الزفت ويوجد معامل الطابوق الناري. الأطفال هم الفئة الضعيفة الأكثر عرضة لهذا التلوث وأعدادهم بدأت تتزايد في العيادات بسبب التلوث وكثرة المصانع وأيضا بسبب يعني كثرة السيارات والازدحامات الحاصلة عندنا، خصوصا الأطفال اللي يعانون من الربو والحساسية، فزادت هيك عندنا هيك حالات، وأيضا بسبب يعني جفاف الجو قلة تساقط الأمطار، هذا أيضا واحد من العوامل. وزارة الصحة تقول إن تلوث المصانع انتقل إلى مرحلة زيادة تكاليف العلاج بواقع 60%. أي تلوث في الجو راح يكون هناك مشاكل صحية للمواطن وهناك صرف لمبالغ هائلة، مثل ما معروف يعني صرف دولار على الإجراءات الوقائية يخفف 70 دولار على الإجراء على العلاجية. وبحسب الخرائط البيئية فإن الفلوجة تقع بين أكثر المناطق تلوثاً، العاصمة شرقاً والرمادي غرباً، بسبب مصانع الإسفلت ومخلفات احتراق النفط الأسود، إضافة إلى توسيعة عمرانية لم تأخذ بالحسبان وجود هذه المصانع. نبيل عزامي، يو تي في، الأنبار.